أما مسألة السرقة دور ده، الزول ده بروج للباطل وللغنى، ما حصل شفناه في برنامج، جا قعد خدت بعجاي دعاة إلى التوحيد ودعاة إلى الخير وناقش مسائل وقضايا بتهم الشباب وبتهم باقي المسلمين ودعا الناس إلى الخير وإلى التوحيد وإلى السنة، لاقاكم أنتوا برنامج زي ده؟ لاقاكم السرقة دور لابس عمة وجلابية وعكاز وداك خاتيو وبيجاي تفضل يا شيخ فلان هاي كذا مسألة الحجبات دي جايها لين، حصل لقى كلام زي ده؟ يا اخ ده بيقعد وبيجاي فهيمة وبيجاي ما بعرف بيجاي طه مين طاف وبيجاي وين وبيجاي ده، والأموات والأحياء والله الذي لا إله غيره كلهم بيلمون أمواتا وأحياء. شفت بيجاي برا يجيبوه جنب الحوت ما يكون معه، بعدين بيجاي لو نادر خدر وبيجاي الفنان الفلاني والفنان الفلاني ويعلق، وناس شباب بيسووا الزول ده وبيسووا غيره، والناس اللي بيدعوا الى مثل هذه الامور ويرغبون الشباب ويحفزونهم على هذا الباطل ناس كتار يا اخي، واصلا ديلك باسباب سواء بديل او بغيرهم انحرفوا. والله انا اعرف شاب في رفاع في بلدنا بعرفه باسمه، الواد ده كان بيأذن وأذانه كان جميل جدا، اسمه أحمد مامون، شاب ده اسمه أحمد مامون شاب أخضراني، وكان يأذن وصوته جميل والله، لما يأذن لما نقيف أقول لما يتم بعد ذاك بمشي. الزول ده بعد فترة اختفى، أذانه قلت ما بسمعه في رفاعة، بعد فترة ركبت البص لقيته قاعد يا معمر، قلت له يا حاج ده برضه جبته معاكم؟ لقيته يا اخي مفلفل وشغلته برضه وغني مع الجماعة، وهايل يا فهيمة ويا زحل ويا ود يا فلان ويا وبيجاي فرفور برضه، ولا فرفور خلاص كفاية دارين النواعم ديل البنات ويا فلان يا جماعة. قال الله تعالى في القرآن: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى في سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، بخاطف في الشيطان، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال الطبري قال مجاهد عن عبد الله بن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنهما: صوت الشيطان هو الغناء وكل كلام يدعو إلى معصية أو فاحشة. وقال تعالى في سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قال ابن عباس: سامدون عند حمير أي مغنون، يقال اسمدي لنا يا جارية يعني غني لنا. وقال تعالى في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال ابن مسعود، وإن كان في الأثر مقال، قال: هو الغناء والذي لا إله غيره، قالها ثلاثة. وجاء في غاثة الأحفان لابن القيم رحمه الله تعالى، سئل الإمام مالك عن الغناء فلما تكلم فيه قيل له: بعض الناس يغني في المدينة، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. وقال الشافعي عن المسمع بجاريته: قال: ديوث ترد شهادته. وقال الإمام أحمد عن الغناء: ينبت النفاق في القلب ولا يعجبني. وقال الأحناف: استماع الغناء فسق والتلذذ به كفر، يعني كفر بنعمة الله تعالى أن أنعم عليك بالسمع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل
يا أو قال يا ابن عباس ما تقول في الغناء؟ قال يا هذا أرأيت لو أن القيامة قامت وجيء بالحق والباطل مع أيهما يكون الغناء؟ مع الحق قرآن والتسبيح والخير، ولا مع الباطل؟ قال مع الباطل. قال إذن أفتيت نفسك، وقلت مع الباطل معناه شنو؟ أفتيت نفسك. وأسي أسأل أي فنان قول الغنى ده كيف كذا، أسأله قول له الغنى ده رأيك في شنو؟ أقول لك يا الله مولانا غاية الموضوع ده، واحد جابوا لي غاية في التلفزيون قال له أكتر شيء ضايقك شنو؟ بحميك النوم من الفنانين ديل عمك كبير كذي جابوه، وبعدين قال له أكتر شيء ضايقك شنو؟ قال والله أكتر شيء بحميني النوم يوم في حفلة بغني لقيت بنتي برقص معاه ولد، بس ده أكتر شيء قدر ما أتذكره النوم بيطير لي. شوف رقص بنات الناس مع الأولاد لما جات فيه لقيت له صعبة، ده ذاته لقاه واحد حكى لي القصة دي اسمه زكي من العزبة، قال لي واحد لاقى عمك ده ذاته لاقى في المطار، قال له اسمع يا فلان انت قلت في الغنية احلى الكلام لغة العيون، وانا والغرام ضمان كون، احلى الكلام الله يسألك لغة العيون ولا كلام الله؟ والله قال لي يا اخي الموضوع ده ما واضح، موضوع ما واضح. الله قال في القرآن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إلى آخر الآيات، وفنانين ينشروا الباطل والله يجيبون الواحد يغني وذاك يبكي كر، جيبوا لك ذاك بربابة أوكي اسمه النصري شغال والجماعة كر يبكوا تبكوا مالكم انتوا تذكرتوا الموت؟ لا. القبر عذاب القبر؟ لا. القيامة ذكرتهم؟ لا. والله أخذتونا شاكوشة وتبكوا في الشواكيش، زور راجل يهز ورز شنب وربط عتوت تبكي لك ها؟ وأيوة في أغاني كمان فيها كفر عديل. مرة أنا ماشي كوستي ركبت البص والله في الطريق ماشي كوستي شغلوا واحد وذاك مات نادر خدر مات، أنا قاعد عندي كتاب كذي بقرأ فيه الله يتقبل، بعدين شغلوه انتهى، بعد شوية تاني جابوا الحوت برضو اشتغل وانتهى، تاني جابوا بتاع صدفة ذاك وردي، قلت أنا انتوا يا جماعة بتلقطوا في الأموات شت ما عندكم زول حي؟ وكله الحي والميت في الشغلة دي ما باطل. بعد شوية جابوا بيت، البيت مما مسكت جابها في مما مسكت شغالة ست الودع أرمي الودع لي كشكشي، شوفيه لي كان فيه شي قوليه لي ما تختشي. طوالي قلت له زولزي ها زولزي شغلة دي خشت في الشرك دي وصلت العظم قبل تراول أخبت زاي وكله حرام. طوالي وقفت لهم قلت يا جماعة السلام عليكم. وعليكم السلام. الموضوع ده يا ما بقى فيه شرك عديل كذي ست الودع وانتوا قاعدين سال الموضوع ده كذا وكذا، ما قلت لهم انتوا قاعدين سال في نهايه الامر تلطفت بهم فديتهم ايات وحديث وكذا 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 الى اخره. من ثاني جيت قعدت في محلي وبلاوي الله يتقبل بلاوي كثيره جدا يا اخي، والداعيه جابوها في الغنى وده قال اشكيك لي رب الكون الحوت، بعد شويه خش مشى قدام قال الفقراء كملوا قراشاتي، وانت قبل ما شكيت لي الله تاني ماشي للفقراء ليه؟ ماشيين للفقراء ليه يا اخي؟ ناس تشغل لهم قران ما يتاثروا، تشغل محاضره ما يتاثروا، تشغل غنيه تلقاهم كربكوا تبكي ليه؟ يقول لك لهيب الشوق في جنب البيت. الناس ذي والله تقول جنوا، تلقى الغنيه مشغلينها في موبايل وسماعه في اذان الولد والبيت قاعده جنبه زي بدعه شوشه والدبره قاعدين في سلم، البيت شايله نص سماع وهو شايل نص سماع، وذاك يقول لهم اللي يبشوك وكربكم يا زول، الزول بيشتاق للبعيد ولا جنبه ده؟ اذا جنبك انت بتبكي ساي عشان تعرفوا مواهيم وما والله الذي لا اله غيره. برضه قبل ايام ركبتها انت شغله حفظونا لا ذاته، ركبتها يا مواصلات ماشي مبده والله الذي لا اله غيره، دي شكلها قديمة في أنا ماشي على مبدأ شغالوها
قال قصة تريدة بين اثنين، بين مسلم ومسيحية، أحلف لها بالإسلام وتحلف بالمسيحية. وكيف بتحلف لك بالمسيحية؟ اسم المسيحي ذاته باطل، اسم المسيحي ذاته ما بجوز في الشريعة، زي ما قال ابن باز رحمه الله تعالى. قال لأنه المسيح يتبرأ من دين هؤلاء، لأنه ديل بيقوا يقولوا الله تعالى ثلاثة، وده ما دين المسيح عليه السلام. تقول ده النصارى، بعدين المسلمين ده الجد ما كفوك لما تمشي لدي يقول لك ما بجوز. طيب الشريعة قالت لك بجوز تغني لها وتحلف لها بالإسلام، وتحلف لك بالنصرانية، ولا قال لك بجوز لك تزوجها؟ وكلها لخبطة يا أخو، بلاوي ثقيلة جدا والله. واحد رسل لي من بور السودان، رسل لي رسالة قال لي الفنانة قالت، ومن بور السودان زول أخونا الله يدين، وذاته بقوا أنا ما عارف أنا ده تخصص ولا جنون. رسل لي قال لي الفنانة قالت مشيت لي والداعية قالت لي عوارضه قوية، قال يعني في الغنى ذاته جابوا شنو؟ والداعية وعوارض وبلاوي، ده غير يا جماعة التبرج اللي بيجيبوه في التلفزيون ده مع عمك ده الله يهديه. فنحن والله نوجه له رسالة من المنبر ده ومن غيره من المنابر، الواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى. أنت بتنشر في باطل، أنت كون فلانة دي تضحك ولا تعلق تعليقات كله يا هايل يا فلان وهايل يا فلانة، الكلام ده بعدين بدينك، الكلام ده خطير، لأنه أنت بتنشر في الباطل، ترغب الناس في الغناء الذي حرمه الله تعالى وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وتنشر في الشر من حيث تدري أو لا تدري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فلما تدعو الناس للشر والناس بسببك يا أخي تمشي تسوي الحفلات وتمشي تسوي ده اختلاط وتبرج وسفور ودعوة إلى الشر، لما بقينا نسمع أشياء ذاته محزنة جدا، يقولوا فلان سجد وفلان ركع للفنان الفلاني، وفلان ما بعرف بكت وقالت دار الفنان الفلاني، وفلان غمرت لما شافت الفنان الفلاني. واحد من أخواننا قال لي كنت عازف، وذكر لي واحد من الفنانين ديل، قال لي كنت عازف للحود، قال لي وتاب الآن الحمد لله وأمره إن صلح نحسبه والله حسيبه، وقاعد في الإمارات طيب نحسبه، وهذا رقمه في موبايلي. قال لي كنت بعزف له، وقال لي مرة مشينا منطقة لحفلة، قال لي جات مرة لبسته سيسل بتاع ذهب، قال والله الذي لا إله إلا سيسل بتاع ذهب، وكلها بلاوي. نحن هم نقول هو بيلبس ذهب ما شفناه عنده، لكن كونه لبسته ذهب ده نحن بنصدق أخونا ده، شال الذهب دخله في جيبه جدعه عليم ربه، لكن احنا المؤلمنا انه كونه مرة تجي تدي ذهب لراجل، وكونه اشياء زي دي تجي معناه الناس زي القلوب اتعلقت بشنو؟ بالنازل. شكل هسه مش مجتمع بتاع شباب واللون الحوت، كان ما صروا لك كلهم، ويا اخي الليله بسووا له ذكرى، الذكرى الاولى والذكرى الثانيه والذكرى الثالثه والذكرى الرابعه والذكرى الخامسه، وناس يرقدوا في النجيله يعانوا في السماء. يا ناس انتم جنيتوا والله الذي لا اله غيره، أنا خايف يجي يوم ينادوه من دون الله يا الحوت الحقنا تجنيت ولا جو. والله الذي لا إله غيره، وده كله شغلة تبدأ كذي غلو ومحبة وإلى آخره وبلاوي، يرقدوا في الواطة في النجيلة في الاستاد والجماعة مشغلين أغاني ويبكوا. واحد قلت له أنت بتحب الزول؟ قال لي هاي كان شغال معانا بنيان، كنا في سيقة شغالين بنيان فوق، قلت له هذول بتحب الزول؟ قال لي هاي، قلت له كنت بتحبه؟ خلاص وقف الغنى بتاعه عشان ما تجيب له سيئات في قبره، انت مش بتحبه وقف الغنى بتاعه ما تجيب له سيئات في قبره يا اخي. قال لي ما صوته سمح، دقس براه، قال لي يعني دقس براه، ودي ذات رساله لك انت الفنان، انت ديل شايفهم بيحبوك وكذا وكذا وكذا، وبيتعلقين بيك ويرسلوا لك رسائل، وتقرا في اليوتيوب الغنية بتاعتك يعلقوا عليها صوتك جميل وصوتك سحري وصوت حنجرتك ذهبية وحنجرتك ما بعرف فضية، بعد شوية بتموت هو لا بيشتغلوا بيك الشغلة، يسمعوا في الغنى يقول لهم ده سيئات بتجيبوها للزول، يقول لك ماله وماله يا زول بطريقته، بعد ده عبر خلاص عبروا المحيط، شوفوا الحاصل قدام. فيا جماعة الناس تتوب إلى الله تعالى، وده رمضان يا أخ شهر خير يا أخ، ناس يا أخ انشروا فيه في الشر
وفي الأغاني وفي البلاوي، لذلك الناس تتوب إلى الله تعالى وتستقيم على دين الله. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم.